السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أعزائي المتابعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. لابد وأنكم تبحثون كثيرا عن مواقيت الصلاة لكي يعني لا تفوتوا الصلاة، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذه الآية فقط تكفينا لكي لا نؤخر الصلوات ولا نتهاون في تأخيرها. ويمكننا بالطبع أن نستخدم الإنترنت في ما يفيدنا في ديننا ودنيانا أيضا. بالطبع لمعرفة مواقيت الصلاة لدولتكم ولمدينتكم أو المنطقة أو الجهة التي تسكنون أو التي تسكنون أو التي تقطنون بها، هناك أداة بسيطة في موقعنا، موقع مجلة الأسرار. بالطبع هذه قناة مجلة الأسرار، قناة الموقع، بها العديد من الفيديوهات التي ستنال إعجابكم بإذن الله عز وجل. هناك حلقات في برامج متعددة، هذه قائمة خاصة بالنصائح، وهذه بعض الفيديوهات التي شوهدت يعني أكبر عدد من المشاهدات، فيها نصائح وفيها حقائق وأسرار وفضح لبعض المؤامرات وغيرها. هنا آخر فيديوهات التي رفعتها، برنامج حقائق وأسرار. هناك برامج أقدمها خاصة بتكنولوجيا، مثلا برنامج محترفي الحماية لكي تتعلموا كيف تحموا أنفسكم ومن الشرور التي قد تواجه أي مستخدم للإنترنت من طرف المتطفلين والهاكرز، وكذلك المخترقين الذين يبتزون الناس باستخدام المعلومات أو الانفورميشنز الحساسة للأشخاص على الإنترنت. هذه القائمة خاصة بالشخصيات والأعلام. برنامج شخصيات وأعلام أيضا أعرض فيه يعني سير ذاتي لأشخاص ناجحين وأشخاص آخرين قاموا يعني بأعمال اشتهروا بها. بالطبع هناك برامج أخرى أقدمها، أتمنى أن تشتركوا حقا في القناة. هذه يعني فيديو قمت برفعه يوم أمس عن العرافة التي تنبأت بأحداث 2019. تناولت في هذا الفيديو الذي رفعته يوم أمس مجموعة من الحقائق التي وقعت والتي نبأت بها هذه العرافة، يعني العلم الله عز وجل، ولا يمكن لهذه العرافة أن تعلم ما سيقع إلا يعني إن الله أعلم إن كانت تجهز لذلك. المهم لكي لا أطيل عليكم، موقعنا مجلة الأسرار سوف تتوجهون إليه، سأضع لكم رابطه في أسفل الفيديو، سأضع لكم رابط الإضافة التي سوف أو الأداة التي ستستخدمونها لمعرفة موقيت أو مواقيت الصلاة. عندما تدخلون إلى موقعنا في العديد من المواضيع والمقالات المفيدة إن شاء الله، تذهبون هذه قائمة بمواضيع متعددة، تذهب إلى قائمة الإسلام. عندما تضغط على الإسلام تنبثق لك هذه القائمة أو المنيو الصغيرة، فيها مجموعة من الأقسام: مواقيت الصلاة، روائع الإسلام، قصة نبي، معلومات إسلامية عامة، علوم القرآن الكريم، السنة والسيرة النبوية، الاستماع للقرآن، والعديد من المعلومات. تضغط على مواقيت الصلاة، عندما تضغط عليها عزيزي المشاهد سوف تدخل إلى هذه الصفحة، تنزل هنا في هذه الأداة يمكنك أن تعرف مواقيت الصلاة لكل الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويمكنك معرفة أيضا توقيت الشروق أو شروق الشمس لدولتك وحسب المنطقة التي تسكن بها. لاختيار الدولة تضغط على اختيار دولتك، تختار من أي دولة. هناك العديد من الدول العالمية والكثير منها عربية، تختار الدولة، أنا مثلا اخترت في حالة المغرب، ثم تختار المدينة، أنا اخترت الدار البيضاء، وهنا يعطيك بكل بساطة توقيت صلاة الفجر، صلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب، وصلاة العشاء. أتمنى حقا أن تنال هذه الحلقة إعجابكم. إن كان لديكم أي استفسار أو واجهتكم أي مشكلة في هذه الأداة
أو تريد تقوم بتضمين هذه الأداة في موقعك، فأنا جاهز. اطرح لي يعني سؤالك هنا، أدخل تعليق، أرسل لي تعليق، اكتب تعليقك هكذا مثلا، اضغط على إعلامي، ثم اضغط على نشر، وسوف يعني يستقبل هذا التعليق وأرد عليك في أقرب وقت بإذن الله. أما إن كنت تريد مراسلتي بشكل خاص، فيمكنك مراسلتي في أسفل الموقع بالذهاب إلى اتصل بنا، راسلنا، ضع اسمك هنا، ثم الإيميل الخاص بك أو البريد الإلكتروني، ثم رسالتك هنا واضغط على إرسال. سأتلقى الرسالة على بريدي الإلكتروني وسوف أجيبك بإذن الله عز وجل، سوف أكون سعيدا بإجابتك، وأتمنى لكم التوفيق والسداد في دينكم ودنياكم. جزاكم الله خيرا على المشاهدة، أتمنى أن تستفيدوا حقا، ولا تدع هذه المعلومة تقف عندك، لعلك تجعل شخصا آخر يصلي في الوقت بمشاهدته لهذا الفيديو، لأن الصلاة مهمة جدا في حياة المسلم، وهي ركن ويعني هي عمود الدين. الصلاة هي ركن أو ثاني أركان الإسلام، شهادتان ثم الصلاة، الزكاة، الصوم والحج من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام يجب علينا أن لا نتهاون فيها، لذلك يجب علينا أن لا ندع الإنترنت يعني يشغلنا عن الصلاة. بدل ذلك يمكننا استغلال الإنترنت مثلا هكذا مثلا يعني في خدمة الإسلام ونشر الفضائل ونشر المعلومات الإسلامية وكذلك مساعدة الناس. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء على السوشيال ميديا، واتساب وفيسبوك، وإذا كان لديك حساب تويتر ولو بمتابعين اثنين شاركه، لعلك تساعد أشخاص آخرين في الاستفادة. بارك الله فيكم، إلى اللقاء، كان معكم سعيد من مجلة الأصغر.